موقفنا ولن نحيد عنه مهما كانت الأسباب. أنا أتمنى أن يكون هذا الجامع هو عقل جامعي للأفكار، لأنه نحن نحتاج الآن ما أحوج كيان النقابي الآن إلى أن نحميه وأن نفتديه. عليكم، إذا كتب علينا أن نفتديه بالحبس فنحن نرحب بالحبس، وهذا تمام بخس زي ما احنا قلنا كلنا. نحن سنفتديه، لكن مطلوب منكم ان انتوا تحموا هذا الكيان، لان هذا الكيان هو الباقي وهو المستهدف وهو الذي يجب ان يكون نصب عيوننا، وهو كل قضاياه المفروض ان احنا ما نشغلش عنها. انا بقول مره تانية ان هذا الجامع بمناسبه، ربما يكون بمناسبه الازمه دي، لكن مش هو عنوان هذا الجامع، مش عنوان الموضوع، مش عنوان اللقاء. عنوان اللقاء هي قضايانا الحقيقية، قضايانا الحقيقية. احنا، انا بكرر مرة تانية، اذا كان الاختيار بين ان نحبس وبين هذا الكيان النقابي فقراري وقرار زملائي فليبقى الكيان النقابي ولنحبس، ولن نئن ولن نشعر اننا دفعنا اي ثمن. هناك زملاء في المهنة طوال تاريخها دفعوا أثمان عشان تظل المهنة ديت لها قيمة، ويظل هذا الكيان النقابي. وأنا يعني عصرت نقابين عظام ونقباء عظام ونقابين عظام، وأنا بقول إنه ما تعلمناه منهم أصبح دستور غير مكتوب لنا جميعا لا نستطيع أن نتخلى عنه، وإذا استطاع أحد منا فالجمعية العمومية بترضعه وتعيده إلى الصواب. نحن في جمع ليس جمع غضب. أنا بتمنى إن إحنا نتكلم عن العناوين الأساسية. أنا برجو إنه يعني ما نحولوش الى مظاهره، بس اذنكم يبقاش في هتاف. يبقى هتافنا الوحيد اللي نبدا بيه ونختم بيه، ولتكن البدايه: عاشت حريه الصحافه، عاشت حريه الصحافه، عاشت حريه الصحافه، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت وحدة الصحفيين، بارك الله لكم وفي جمعكم. من عمر أحمد عبد الله الجازة سنة لسنة، هو مواليد 35 وأنا مواليد 35، بس هو بقليلة تعويضية أنا لسه. فيمكن كمان سنة يبقى عندي أجازة تعويضية. شوف يا زملاء، انا جاي النهارده اتضامن مع نقابتي، انا جاي النهارده اتضامن مع نقابتي اللي ممكن اكون على خلاف مع اعضائها او مجلس نقابتها، لكن الخلاف ده هو انا اثيره هنا في هذا المبنى ولا اثيره في اي مؤسسه. أنا عاوز أوصل، بلاش تصريح يعني. حاضر. أنا باستمرار كنا نختلف نتفق هنا، لكن ما ننقلش خلافاتنا واتفاقاتنا داخل الوزارة. هناك نعمل لجنة، هنا نمارس حقنا الديمقراطي. والديمقراطية هنا النقابية هي أنا بتعامل معاها على أساس هذه النقابة جزء من مؤسسات الدولة، ولابد للدولة أن تعي هذا.